فايده ليك، ما تبقاش بقف يعني، ما تبقاش ناطع، ما تبقاش سنيح. فحكم طلابي واحبابي طلاب الصف الثاني الثانوي. بص شباب، بكره باذن الله امتحان الفلسفه والمنطق للصف الثاني الثانوي. جالي طلبات كتير من بعض الطلبه ان هم محتاجين ملزمه المراجعه بي دي اف، بس انا المشكله مش بعرف ابعتها بي دي اف، مش بعرف اعمل الرابط ده واخد الرابط ده احطه هنا ومش عارف الكلام ده، ما بعرفوش يعني. فانا كاتب رقمي على الواتساب، اي حد محتاج الملزمه ما يتكسفش، بنت ولد ما حدش يتكسف يا جماعه. انا معاكم النهارده لغايه الساعه 5 الفجر، لغايه الساعه 5 الفجر يا حبيب قلبي. رقمي عندك، ابعت لي رساله على الواتساب وانا على طول اوريدي هتلاقيني باعت الملزمه، مش هتاخر. فانت بس ابعت لي رساله على الايه، على الواتساب. تاني حاجه يا شباب، انا بشكر التعليقات الايجابيه الجامده جدا اللي هي بتجيلي. انتوا مش عارفين يا جماعه التعليقات دي بتعمل فيا ايه، بتخليني بتحرك، بتخليني او بتحمسني ان انا انزل فيديوهات تاني. طبعا في بعض التعليقات السلبيه الصغنطوطه قوي اللي في بعض البقر بيعلقوا، فانا حابب اقول لكم ما تهمنيش يا جماعه، مش بتهموني. انا فاتح القناه دي عشان اتكيف، احس ان كده ايه بعمل حاجه مفيده. فانت بتخش مثلا مش عاجبك الشرح يا برنس، اخبط ديسكلايك وغور في داهيه، ما والله ولا فارقه معايا. انا لولا اختلاف الاذواق لبارت الايه السلع. يعني انت اكيد بتفهم من حد تاني عادي، مفيش مشكله، فبس ما تخشش تشتم، هديك بالجزمه هرد عليك، مش هسكت لك. انا طبعي يا جماعه ما بعرفش اسكت لحد. اما بقى بالنسبه للناس اللي هي الحمد لله وصل لها الشرح والكلام دوت، انا تحت امرهم وعلى دماغي من فوق. وبالنسبه برضو للناس الجزم اللي هم برضو يعني هم تعليقات بسيطه جدا الحمد لله يعني، مفيش مشكلة، ابعت لي برضه على الواتساب وانا هبعت لك الملزمة، لان انا اتمنى لك الخير برضه. وبالنسبة يا شباب لنماذج الامتحانات، انا حالل، او النماذج الاسترشادية، فانا حالل 7 نماذج، يعني حالل 7 نماذج. بس انا عايز افهمك حاجة صغيرة يا برنس، حضرتك انت مش محتاج النماذج دي في اي حاجة، لان الامتحان هيجي خارج الصندوق، لان الامتحان هيجي يعتمد على الفهم وليس الحفظ، ما تبقاش بقف. فانت حل بس نموذج معايا، شو اتفرج بس على نموذج واحد من نماذج الامتحانات، وبعد كده سيب النماذج واعتمد ان انت تفهم الشرح، تفهم يعني ايه فلسفة، يعني ايه منطق، يعني الفهم في البداية بعد كده الحفظ. فما تضيعش وقتك يعني، اقرأ نموذج، اقرأ نموذجين، اعرف بس طريقة الامتحان جاية ازاي. بس كده كده اللي هيحط الامتحان هيحطه بطريقة مختلفة. وبص يا شباب، بعد اخر كل فيديو هتلاقي انا ايه حاطط الفيديوهات ورا بعض، هيظهر لك كده ايقونات، ايقونات 4 ايقونات في اخر كل فيديو، هتلاقي الفيديو الذي يليه، دوس عليه تخش على الفيديو التاني عشان ما نضيعش وقت، وربنا يوفق الجميع. بس حضراتكم ما تنسوش تعملوا حاجه مهمه جدا جدا جدا، تشترك عندي في القناه وتفعل الجرس، لازم تفعل الجرس. حضرتك اول ما بتفعل الجرس بتلاقي كل الفيديوهات بتاعتي نزلت لك على صفحة اليوتيوب عندك، فده حاجة فايدة ليك، ما تبقاش بقف يعني، ما تبقاش ناطع، ما تبقاش سنيح. فعل الجرس، بص اشترك وفعل الجرس واخبط لايك جاحد، وبعد كده شير الفيديو لكل الناس، لان خير الناس انفعهم للناس. كان معاكم اخوكم الكبير تامر التوني، ما تنسوش اي حد محتاج الملزمة يبعت لي على الواد ساب، وانا هبعت له على طول الملزمة بإذن الله. وانتظروا مراجعة ليلة الامتحان في مادة علم النفس. سلام عليكم.